السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هعمل لكم طبق الحلويات التحفه ده، بجد طعمه خطير وشكله زي ما انت شايفه، ومش هيكلفك اي حاجه غير كوبايه الدقيق. واذا كنت اول مره تزوري قناتي، شير ولايك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتي، وشاركي الاهل والاحبه علشان تعم الفايده. وهتلاقي المقادير كلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. عشان الحلويات دي تنجح منك لازم تتبع الخطوات اللي هقولك عليها بالظبط أثناء الفيديو علشان تنجح. هنا معنا كوباية الدقيق وكوباية اللبن ومعلقتين زيت وفي رشة ملح ورشة فانيليا، بس هي دي كل المقادير بتاعتك. وزي ما قلنا في ملاحظات لازم تتبعيها أثناء عمل الحلوى دي لأنها عجينة حساسة. احنا بنحط اللبن والزيت ورشة الملح على النار، نرفعها على النار ونستنى لغاية ما تغلي. اللبن ابتدى يغلي بالمنظر ده اهو، هننزل الدقيق دفعة واحدة زي ما انت شايفة اهو، ابتدى يغلي اللبن. ما تحطيش الدقيق قبل كده. نبتدي نعجن كويس لغاية ما تتداخل كل كمية الدقيق في اللبن وتديني عجينة ملساء تماما. نحاول نعجن فيها كده ونقلبها لغاية ما تتكور وتدينا كرة ناعمة. تبقى عاملة زي عجينة البيتي فور، ناعمة خالص كده وهشة بالمنظر ده. نرفعها من على النار ونحط لها رشة فانيليا. ونسيبها تهدى شوية ونبتدي ندعكها يا جماعة، ندعكها كويس جدا كأنك بتعجنيها. تبتدي تدعكيها، بعد كده تشيليها في كيس مش أقل من ساعتين ثلاثة. لو شكلتيها بعد ما ترفعيها من على النار وتبرد هتطلع لك نتيجة مش كويسة أبدا، فلازم تتبعي الخطوات دي، مش هتنفش منك، ولو سبتيها فترة أطول هتلاقيها ساحت منك في الزيت. فياريت من ساعتين لتلاتة مش اقل من كده. دي شكلها بعد ما ارتاحت، زي ما انت شايفة بتبقى ناعمة خالص بالمنظر ده. نبتدي نشكلها صوابع ونبصمها على مش تنظيف بالمنظر ده، علشان كده بنسميها هي حلاوة المشط او المشطة في الجزائر، هي حلويات جزائرية. بتشكليها بالمنظر ده. هنعمل ثلاث أشكال هنشوفهم مع بعض. هو ده الشكل المتعارف عليه، بتبقى صوابع وتتبصم على المشط. سهلة وبسيطة وسريعة، بس اتبعي الخطوات اللي بقولك عليها عشان تنجح معاكي. نحاول نشكل كل الكمية بالمنظر ده. وبالراحة يعني ما نضغطش جامد علشان تطلع مننا بالشكل ده. نخلص كل الكمية ونبتدي نعمل الشكل التاني.
ده كده كل الكمية الأولانية. نشوف شكلها بيبقى تحفة، ممكن تشكليها أي شكل بس هي اسمها كده. وطعمها مختلف عن أي حاجة، عن بلح الشام وعن صوابع زينب، طعمها مختلف تماما، بتبقى مقرمشة جدا من برة وهشة وخفيفة على الآخر وسريعة زي ما انت شايفة. نبتدي نعمل الشكل التاني. دي عجينة تانية يا جماعة، هو اللون ده من فرق الدقيق، يعني انا عملت مقدار تاني بس فرق الدقيق عمل اللون ده. بنبتدي نعمل الشكل التاني على هيئة كحكاية صغيرة. انا عملت كمية لما العجينة ارتاحت وكمية شكلتها على طول من غير ما ترتاح. الفرق كبير جدا على فكرة في الطعم وفي الشكل. العجينة اللي مرتاحة بتتضاعف حجمها وبتبقى هشة وخفيفة وجميلة، لكن العجينة لما بتعمليها على طول وتشكليها وتحمريها بتاخد نفس شكلها، ما بتبقاش نافشة خالص. فخلي بالك علشان تنجح معاكي الحلويات دي. ده الشكل اللي هنعمله، بنبصمها برضو على المشط ونقفلها كده. ونلفها بالمنظر ده. سهلة ما فيهاش اي مشاكل. نعمل كمان واحدة. نقفلها كويس عشان ما تفكش منك، هي طرية خالص هتقفل، يعني مش محتاجة مجهود. وبالراحة عليها بالمنظر ده. مجرد ما بتضغطي عليها بتبصم على طول، يعني مش محتاجة ضغط زيادة، بالراحة كده هتديلك الشكل اللي انت عايزاه. نحاول نخلص كل الكمية. هنا هنعمل الشكل الثالث اللي هو بيبقى زي الحلزوني كده. بتلفيها كده حلزوني على بعضها، وده الشكل التاني برضو متعرف عليه. بتبقى ملفوفة بالمنظر ده.
نعمل واحدة كمان من الشكل ده، بنفردها على مشط. المشط ده السنون بتاعته أرفع من التاني، فبيدي الشكل أشيك يعني، وهما شكلين مختلفين. نلفها كده، والحلو فيها ان الرسمة دي مش بتروح حتى لما بتفنش او بتنتفخ، تفضل زي ما هي محتفظة بشكلها. خلصنا كل الكمية، باقي دول بس هوريلك ازاي الكحكاية بتبصميها من بحيث ان شكلها ما يتغيرش. يعني لما ترفعيها من على المشط الخطوط ما تتغيرش او تتمسح، انتي بتخليها على المشط كده وتضغطيها بالمنظر ده، تقفليها وهي على المشط، وبعد ما تقفليها كده عشان تطلع مترتبة وشكلها حلو، تضغطي عليها وهي على المشط برضو علشان تبقى نفس البصمة بتاعتها موجودة وفي نفس الوقت متساوية بالمنظر ده. ونلفها على الصباع علشان نضمن انها مفتوحة من النص، تبقى شكلها كده. واحدة كمان، اخر واحدة دي، نبصمها كويس على المشط ونقفلها وهي على المشط، مش نرفعها وبعدين نقعد نقفل فيها علشان الرسمة بالمنظر ده هتروح، لكن كده الرسمة بتاعتها هتفضل زي ما هي. نقفلها كده وهي على المشط ونضغط عليها نسويها وهي على المشط برضو، ونبتدي نرفعها ونحطها في وسط الصباع كده ونقفلها كويس، بس هتبقى مترتبة ومتساوية وبالمنظر ده. وهتعمليها في ثواني، مع الاستمرار هتلاقي بتعمليها بسرعة سهلة وما فيهاش اي مشكلة. دي الاشكال بتاعتها غير الاشكال التانية اللي هي الصوابع اللي احنا عملناها. هنبتدي نحمرها في زيت غزير ساخن، لازم الزيت يسخن كويس، محدش ينزل للحلويات والزيت دافي، لا ما تستعجليش، لانها لو الزيت دافي يا جماعة هتلاقيها فكت من نفسها كده وثابت في الطاسة كلها. اتأكدي ان الزيت سخن خالص، يا اما تحطي حتة عجينة تلاقيها طافت على الوش على طول، يا اما هتلاقي الطاسة زي ما هنشوفها دلوقتي منملة من تحت كده، في فقاعات صغيرة من تحت كده، تعرفي ان الزيت خلاص جاهز للغليان، او زي ما احنا شايفين هتبتدي اهي. علشان لو قبل كده ما تستعجليش، انا عملتها قبل كده وفكت خالص مني، فخلي بالك الملاحظات دي انا مريت بيها وبقولها لك عشان تنجح معاكي من اول مرة ومتخسريش العجين بتاعك. تريحيها كويس بعد ما تعجنيها مش اقل من ساعتين، ولما تحمريها تحمريها في زيت غزير ساخن تماما. ادينا هنجرب كده حتة خبز، خلاص الزيت جاهز. لسه شوية، انا احب اتأكد تماما ان هو جاهز علشان ما تبص منه. ده شايفة لما تحطيها تعمل ازاي الزيت حواليها كده، معناه ان خلاص جاهز. لو حطيتي واحدة ولقيتها ما عملتش الترتشة دي حواليها، يبقى لسه كده، يبقى اصبري عليه، لان احنا ساعات بنبقى مستعجلين ومبسوطين هنعمل حلويات بقى سريع، وفجأة تلاقيها من اقل حاجة باظت. فليه باظت؟ ففي حاجات هي المسؤولة عن نجاح العجين، الزيت السخن والراحة بتاعتها
بعد الأكل، وهتطلع منك زي الفل إن شاء الله، والنتيجة هتبقى من أول مرة ناجحة 100%. وما تحاوليش تحركيها نهائي بأي معلقة، زي ما قلنا دي حلويات حساسة، يعني عجينة طرية خالص. تسيبيها تلاقيها اتشمعت، ابتدت تاخد لون زي ما انت شايفة كده، انا ما قربت لهاش. تحركي بس الطاسة كده، تهزيها علشان الزيت يبقى في كل الحلويات. تسيبيها خالص لغاية ما تتشمع وتاخد اللون دهبي فاتح، وبعد كده نبتدي نقلبها نتأكد انها خدت لون من تحت، لكن قبل كده ما تحركيهاش. ادينا سايبينها براحتها خالص، وابتدى اللون يتغير. في المرحلة دي ممكن نشوف الوحدات اللي اتحمرت، نبتدي نقلبها بالمنظر ده ونحركها. والنار عالية على الآخر، أول ما تاخد لون ونتأكد إنها خلاص اتشمعت كويس، نهدي النار مش نوطيها، نهدي بس. ما تتقلبش فيها خالص، اللي تتحمر وتتأكدي انها ابتدت تاخد لون هي اللي تقلبيها، لكن غير كده تسيبيها براحتها خالص. ولا فيها خميرة ولا فيها بيكنج باودر، ومع ذلك بتفنش وتبقى هشة خالص من تريح العجينة. يعني شكلها بيتضاعف كمان. نسيبها تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه، ونبتدي نحطها في الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا انا حاطه له بشر برتقال، وهو بيبقى كوبايه ميه وكوبايتين سكر وعصره ليمونه بعد الغليان، ومعلقتين جلوكوز علشان يديلها لمعه. وبعد ما بنرفعه على النار بعد 5 دقايق، لان احنا حاطين كمية سكر عشان ما يغليش كتير. بعد ما نرفعه من على النار نحط له ذرة فانيليا. عايزة تحطي بشر ليمون عندك حطي، بيديله طعم حلو. بس بشر البرتقال على فكرة بيديله لون زي الزعفران بالظبط. وهي المقالي كلها بيتعمل لها شربات تقيل، يعني لو عايزة تعملي كمية اعملي كيلو سكر
نص لتر ميه تحطيهم على النار، وعصرة نص ليمونة بعد الغليان، وبعد كده معلقتين أو 3 جلوكوز، وبعد ما ترفعيهم 5 دقايق ولا حاجة ترفعيهم من على النار تديها رشة فانيليا. عايزة تحطي عود قرفة حطي، عود قرنفل براحتك، يعني المنكهات زي ما انت عايزة. وتحفظيه لأي مقالي في رمضان وغير رمضان. كده احنا هنخلص الكمية ونروح على طبق التقديم. انا بحط بشر برتقال كبير كده، ببشره بالناحية بتاعة الناحية التخينة بتاعة المبشرة، علشان بيتاكل بعد كده بيبقى فاكهة مسكرة، بيبقى حلو يعني. ولما تحفظيه بالمنظر ده بيحفظ العصارة بتاعته، مش بينزل مية زي ما بتبشريه ناعم، لا كده بيحتفظ بشكله وبالفايدة بتاعته. هنخلص الكمية كلها ونروح للتقديم ونوريكي الصوابع شكلها ايه، والكحكات ال3 اشكال في اطباق التقديم. ده منظرها بعد ما خلصنا. دي اللي هي الكحكات والشكل الحلزوني. انا حطيت لهم جوز هند وفي لون اخضر علشان يديكي يعني كأنه فستق، يعني حطي اي زينة عندك. يعني كوباية لبن وكوباية دقيق عملت لك ما شاء الله كمية وطعمه ملوش حل. ومش هتشتري بعد كده حلويات من بره خالص. حاجة نظيفة وضمناها وطعمها حلو خالص، ملوش حل بصراحة، واقتصادي في اقل من دقايق بتعمليه. بس خلي بالك من الملحوظات اللي انا قلتها لك علشان تنجح معاكي الوصفة من اول مرة. بعد كده هنوريلك الصوابع اللي عملناها في طبق التقديم التاني. وما تنسينيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس علشان هنعمل كل حاجة حلوة مع بعض. وبالهنا والشفاء.